ورمضان أيامه جميلة وسريعة، بتجري بسرعة جدا، وبنحس إن إحنا بيبدأ رمضان وتتوالى الأيام كلها روحانيات وخير وبركة. والحقيقة المصريين كلهم يحتفون ويحتفلون بهذا الشهر الكريم بكل العبادات الحلوة وأيضا بكل المظاهر الاجتماعية الجميلة. الأمن كده لطيف والناس في البيوت في حالة لطيفة. نتمنى دايما أن يكون السلم والأمن والأمان دايما هو عنواننا في بلدنا الحلوة. تعالوا نتابع معاكم ما يجري في العالم كمان. يعني كنا بنتابع طبعا قبل بداية شهر رمضان على التوالي دائما الأزمات اللي موجودة في العالم، خاصة الأزمة الأوكرانية اللي بتمثل تهديد اقتصادي للعديد من الدول حول العالم. ولو بتتابعوا الأخبار العالمية هتلاقوا أنه في اختلاف كبير جدا في كل إمكانيات دولة، وهذا الحال يعني حاصل بشكل كبير جدا في أوروبا، على اختلاف كل دولة عندها قصة وعندها موضوع وعندها الحقيقة أزمات اقتصادية بشكل كبير، لأنها تأثرت أكثر أوروبا بشكل كبير جدا. تعالوا نبدأ مثلا نروح معاكم في ألمانيا. في ألمانيا هنلاقي ارتفاع معدل التضخم في شهر مارس كان بمعدل 7.3%، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 40 عام. يعني شوفوا الأرقام بتقول إيه، من 40 عام ما حصلش هذا التضخم، وده اللي بيؤكد على أنه الأزمة الأوكرانية اللي حصل الأزمة الأوكرانية الروسية سبب كبير جدا، وتأثيره بدأ يعني يبقى باين بالأرقام على الدول ومنها ألمانيا زي ما قلت. اتجه بقى إيه المواطنون الألمان نحو تخزين السلع بصورة غير مسبوقة. ولما تتابع الحقيقة الصحافة الألمانية والتلفزيون الألماني ده عمره ما حصل بالنسبة لهم، فكانت الناس بتنزل تروح السوبر ماركت مثلا وياخدوا المخزون بتاعهم من السلع علشان يحسوا بالأمن والأمان إن عندهم ما يكفيهم. وده لا طبع أوروبي ولا هو أيضا طبع موجود في ألمانيا بشكل عام، وده اللي استدعى أن تناشد الحكومة الألمانية المواطنين الألمان إلى عدم الخوف وعدم تكوين المخزونات الغير ضرورية. يعني محدش يروح يشتري حاجة هو مش محتاجها مثلا حتى الشهر ده. انتوا عارفين حتى التفكير الاوروبي عاده بيشتري على قد ما يحتاج احيانا باليوم، واكثر شيء عندهم بالاسبوع. كمان قررت الحكومة الألمانية تحديد كميات السلع التي يمكن للمواطن الحصول عليها من المتاجر بشكل عام أو السوبر ماركت، علشان ما يحصلش مثلا ناس بتهجم على الحاجات وتاخدها فبالتالي يقل المخزون في سلع معينة. فواضح إن هم بدأوا يعملوا تقنين في السوبر ماركت أو في المتاجر بشكل كبير. نروح معاكم مثلا لفرنسا. فرنسا بقى ارتفعت فيها أسعار المواد الغذائية، خاصة الرغيف الفرنسي اللي بنقول عليه باجيت، والباجيت ده روح الفرنسويين زي العيش البلدي بتاعنا، هم عندهم الباجيت. ايه السبب بقى في الباجيت ده أو الرغيف الفرنسي؟ بسبب نقص حبوب القمح. كما نشرت أيضا صحيفة لوموند الفرنسية وهي قائمة كاملة بالمواد الاستهلاكية التي زادت خلال الأيام الأخيرة، وده طبعا ناتج عن الأزمة الأوكرانية الروسية. وطبعا متمثلة في إيه بقى الليستة اللي كانت موجودة في جريدة لوموند؟ المكرونة، الزيت، الدقيق، القهوة، السكر، الزبدة والبيض والدواجن. يعني أهم السلع الغذائية زادت بشكل كبير جدا حتى في فرنسا. فطبعا الموقف ما بين ألمانيا ما بين فرنسا، يعني أنتوا شايفين الحالة عامل إزاي. تعالوا نعرف برضو يعني هذه الفاتورة الاقتصادية بيدفعها العالم، تدفعها أوروبا ويدفعها العالم جميعا. معايا دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة وكل مشاهدينك يا رب في كل خير. وحضرتك طيب وبألف خير. الحقيقة الموقف في أوروبا واضح إن هو بيزداد صعوبة يوم بعد يوم. يعني عمره ما حدث إنه الألمان يبدأوا يعملوا هذا المخزون المنزلي من المواطنين، وإنه كمان في فرنسا تعمل لستة بالأسعار اللي زادت عندهم بشكل كبير. رأي حضرتك؟ طبعا اسمح لي اولا انا بشكر حضرتك لإتاحة الفرصه ان احنا ندي نبذه باحداث الاقتصاديه للعالم لتوعيه شعبنا ومجتمعنا باللي بيجرى من جراء الحرب. وده اللي احنا بنتكلم عنه دايما كاقتصاديين، الحرب دي بتمس العالم. النهارده الاتحاد الاوروبي كل يوم بتتعمق المشكله الاقتصاديه، وبيتكلموا اول مره يشوفوا الاتحاد الاوروبي بيدعو للتقشف، يعني بيدعو لتشديد الامور. النهارده اول مره زي ما حضرتك تفضلتي في المقدمه، اول مره في ألمانيا التضخم عندهم بيزداد، ومتوقع انه يكون ما بين 17 ل 20%
العام الحالي والعام القادم. ده هيبقى الضعف بقى، يعني احنا بنتكلم على 7.3%، حضرتك بتقول لي 17، احنا رايحين على رقم اكبر بكتير. بكتير، وللاسف يا فندم النهارده بيتكلموا كمان ان اوروبا للاسف خلال احنا الحرب دي يا فندم دايره تقريبا بقى 6 اسابيع، تمام، هنقول اقل من شهرين. شوف مجريات الامور يا فندم، اولا سلع غذائيه غير متوفره. النهارده حضرتك في المانيا المراسلين من الخارج بيتحدثوا نقص في مادتين مهمين، الزيت والدقيق. والحكومه الالمانيه اول مره في تاريخها بتحدد ان تطرح لكل مواطن ازازه زيت واحده وكيلو دقيق واحد. تخيل حضرتك المانيا الغنيه دي كلها طبعا بتحد هذا الامر. ما هو واضح لانه النهارده حضرتك بتتكلمي على عيش البجات، العيش خلينا نقول للجمهور كده، العيش اللي احنا بننزل العيش هو الباجيت بالنسبه لهم زي رغيف العيش بتاعنا يعني. بالظبط، عندهم ازمه وبيتكلموا الازمه دي بتجر وراها احداث كثيره. طبعا نظرا ارتفاع البترول النفط، نظرا ان عدد فيه غير موجود كثير من المواد الخام اللي بي يعني المحرك العربيات وما شابه لذلك، حصل عندهم دروب في الصناعات عشان كده مأثرة على انتاجيه. تخيل حضرتك رغيف العيش كمان. فبنقول ان انجلترا تاثرت، المانيا تاثرت، فرنسا النهارده متاثره من جراء الحرب دي كمان. فرنسا في رفع للاسعار، يعني حتى كان في لسته موجوده على ليموند الفرنسيه على رفع الاسعار، حاجات من يورو ونص نطت لتلاتة يورو واربعة يورو، وشوف اليورو مضروب بكام يعني بالنسبه لنا. لا الناس لا لا عايزه تعرف. خلي بال حضرتك نقطه مهمه، ان بالنسبه لهم الارتفاع بالنسبه لهم 1%، فلما يكون اليورو ارتفع السعر يعني ارتفع من 1.5 يورو ل3 يورو ده ارتفاع 100%، يعني ما تقيسوش بعملتنا فندم، قيسوا بالرقم هناك. تخيل حضرتك الاسعار بتزيد 100%. لا ما هو اليورو نفسه رقم مؤثر بالنسبه لهم. طيب طبعا. استاذ مصطفى احنا كده بنتكلم على قلب اوروبا، يعني لما يكون انجلترا عندها مشكله كمان في البنزين اللي غلي، وبرده عندها مشاكل كتير في العماله والبطاله بعد الاتحاد الاوروبي بريكسيت وبعد كورونا، يعني عندهم مشاكل متتاليه. المانيا كمان بسبب الازمه الاوكرانيه الروسيه وفرنسا، وبالتالي لما دي عواصم كبيره في اوروبا، فما بال بقى العواصم الاصغر يعني. هو طبعا خليني اذكر حضرتك الرئيس الفرنسي كان من كام يوم بيتكلم اصل فيه هيحصل في افريقيا ودون ان يذكر بلده علشان الانتخابات اللي هي يوم 10 طبعاً. يعني انتخابات في مايو ايام قليله مايو. وللاسف احنا كلنا بنتعمق اقتصاديا، الشعبيه في اوروبا للقيادات اللي موجوده للاسف بتنخفض انخفاض كبير نظرا لجراء الحرب، وزي ما حضرتك طبعاً. شايفه كده مستهدفات كبيره جدا لاشتعال الحرب اكتر، عدم احتواء الازمه. بالضبط، حسن استعداد لمواجهه الازمه دي كان لازم يكون في تدبر سياسي، يعني كان لازم يحلوها سياسيا ويبعدوا عن جراء الحرب. ولكن للاسف الشعوب في الاتحاد الاوروبي النهارده بيئنوا من ارتفاع في الاسعار، ارتفاع في فواتير الكهرباء والغاز والميه والكهرباء طبعا الاكل وكل السلع التموينيه من جراء الحرب اللي ما فاتش عليها شهرين. اكيد هو يبدو زي ما الحمد لله رب العالمين. شوفي حضرتك النهارده حضرتك بتقولي ايه؟ أيوة. ان عندنا السلع التموينيه موجوده الحمد والرئيس لله. قال لهم انزلوا اشتروا. أيوة. ورغم ان بس ده ما يمنعش برضو ان احنا لازم نبقى كمواطنين عندنا الحذر بقى، الحذر الانساني طبعاً. يعني شايفين العالم عامل ازاي، لازم يكون عندنا الترشيد والحذر ده اكيد. دكتور مصطفى بدر الخبير الاقتصادي اشكرك شكرا جزيلا، زي ما حضراتكم متابعين كمان كانت بالصوره العالم كله عنده مشاكل، وده اللي قلناه طول الوقت، لما يكون في مشكله بتحدث في العالم بقينا كلنا دائره كبيره متصله، فلازم يكون عندك تاثير هنا وهناك طول الوقت، والشعب الذكي هو الشعب اللي يقدر كمان يتعاون في الأزمات ويقدر يعديها، لأنه لا خيار غير أن احنا نعديها بإذن الله.